ده مش ذنب. اذا طول ما احنا بنشتغل وبننتج وبننزل الانتاج للسوق، احنا كمان ده ضمانه ان الناس الفلوس اللي معاها تقدر تخليها تشتري. لو لا قدر الله مفيش مشاريع ومفيش انتاج، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل خلل بين العرض والطلب. سياده الوزير، يعني احتياجات الناس مش هتكون متوافقه. سياده الوزير لوحدها من غير الحكومه تفرض اي اعباء. سيد وزير الماليه، سيد وزير الماليه اديني فرصه اسال سؤال. لا انا يعني مبسوط والله احمد بيه، يعني لانك قايم بدور الـ لا لا كلنا كلنا يا سيادة الوزير ما فيش عندنا مشكلة، بس عشان نوصل المعلومات صحيحة للناس. لا أبدا أبدا، وإحنا يعني الخلاف لا أبدا فيش أي خلاف كمان على الإطلاق، ولكن كمان هل في مصر الآن طبقة متوسطة، نعم أم لا؟ يا أحمد بيه، الطبقة المتوسطة في أي مجتمع ده العمود الفقري لأمان هذا المجتمع. هي طبعًا فين؟ طيب هي فين في مصر؟ بس اصبر بس أهو اصبر فين حضرتك؟ قول لي عندي طبقة متوسطة. أنت سألتني؟ اتفضل. انت عاوز تجاوب جاوب. لا ما انا بسال حضرتك. لا مش هجاوب، اتفضل. خليني بقى اجاوب. اتفضل خليني اجاوب. اتفضل. طبعا احنا مرينا بظروف صعبه. ليه؟ لان خرجنا من فوضى، الفوضى دي دمرت اقتصاد مصر. اقتصاد مصر وصل للهوايه. كان وصل للهوايه. فطبعا عشان اعمل الاصلاح كان في الام لهذا الاصلاح شديده جدا، واكثرها على الطبقه المتوسطه. واكثر الاما على الطبقه المتوسطه. طيب جينا قلنا طب الحمد لله ربنا كرمنا وشكرا شعب مصر، انت تحملت الوضع الاقتصادي ده. احنا لازم بقى نمشي في برنامج نعوض الناس عنها. واحنا بدأنا البرنامج وبدأنا نعمل حاجات، فجأة راحت خبطنا كورونا. لما خبطتنا كورونا عملت خلل شديد جدا. ليه؟ لانه قطاع السياحة راح قافل تماما، بقى زيرو. قطاع الطيران المدني راح قافل. المحلات بره قفلت، الصادرات اتأثرت ضعفت، المستثمرين خافوا على اموالهم، قال لك لا انا عاوز اعرف الدنيا رايحه فين مع كل البلاد بتقفل. حصل دربكه شديده جدا احمد بيه. ففي سنه 2021 في سنه 19-20 نقص ايرادات الدوله 200 مليار. على الجانب الاخر بقى الحق بقى اصرف على الصحه، والحق دعم الناس اللي اتاثرت سلبا، عملها غير منتظمه، والسياحه والطيران، واطلع ادي المصانع سيوله لاحسن ده هتروح العمال. فرحت حصل خلل. الخلل ده يعني اضعف من قدرتنا على ان نكمل البرنامج بتاعنا لدعم الطبقه المتوسطه. وبالرغم من كده سياده الرئيس وجه ساعتها استمروا في زياده المعاشات، حلينا مشكله بتاعت معاشات كان بقالها من سنه 2004 ما اتحلتش، الخمس علاوات حليناها في وسط كورونا عشان ندي للناس فلوس، وخش للمدرسين زود، وخش للاطباء زود، وخش لمرتبات العاملين في الدوله زود، ارفع حد الاعفاء الضريبي للناس. ما عملناش ده كله احمد بيه في وسط كورونا؟ نعم عملناه في وسط كورونا. ايوه اتعمل. طيب ما انا باجي باخده من الناحيه الثانيه اهو. لا يا بلم بقى استنى شويه واجي افرض حاجات ثانيه باخدها اهو بلمهم تاني. لا حول ولا قوه الا يعني بالله. لا معلش هو حصل ولا ما حصلش المشروع ده معناه كده؟ ما انا شلت وشلت وعملت وعملت وجيت دلوقتي فجاه بقول اللي احنا عملناه بناخده الناحيه ديت. اه هات فرطيل على ثلاجه وغساله وبوتاجاز ومروحه وكاسيت وكده وتلفزيون. يعني انت بتقول لي انه ال 2% دي لو المحل هو اللي حطها. اصل هي مش 2% يا سياده الوزير. يا سياده الوزير مش 2%. امال كام؟ ده بند يا فندم. بند ايه؟ هو بند. الناس هو ده بند. كل يوم ثلاجه وغساله وبوتاجاز وتلفزيون. بند ايه؟ بند ايه؟ يعني هو مش من حق المواطن يبقى عنده يقتني هذه مش من حقه انه يقتني؟ من حقه يقتني يا سياده الوزير. خلاص يا احمد بيه. لا مش خلاص. خلاص. لا خلاص اقول لك. لا. ما قول لي رد عليا بقى، مش انا بسالك اهو، انت اشتريت في عمرك كام ثلاجه؟ بعدين. رد عليا. ما ترد عليا. نعم. اشتريت في عمرك كام تلفزيون؟ نعم. نعم. بس حضرتك وبعدين في نقطة